قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025 مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب. ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تعلن وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية iFinance عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضي الصناعية. الطرح شمل 1124 قطعة أرض صناعية، وذلك ب14 محافظة بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة 8,482,000 متر مربع بأنشطة مختلفة، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات. وأكد بيان لوزارة الصناعة أن هذا الإعلان عبر المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص. شارك نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى. شاركوا في احتفالية شركة جنرال موتورز للسيارات كأول شركة في مصر تصل إلى 1,000,000 مركبة منتجة محليا. وقد أنتج مصنع جنرال موتورز المركبة 1,000,000 بأكثر من 60% مكونات محلية، ويعد المصنع محور خطة نمو شركة جنرال موتورز العالمية للتصدير إلى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع وفد من البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع أكد الوزير أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الاجتماع يهدف إلى متابعة النقاش الجاري مع سبل التكامل في ملف الحماية الاجتماعية في نطاقها الأشمل. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مباحثات مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كلافر جاناتي، وذلك خلال لقاءاتها بفعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك. شملت المحادثات أو المناقشات العديدة من المحاور ذات الصلة بمهمة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها وتعزيز التكامل داخل المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية ما تقدمه شركات القطاع العام البترولية ضمن منظومة الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال رئاستها أعمال جمعيات شركة بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024، حيث لفت الوزير إلى أهمية الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة المناطق الجغرافية البترولية والكيانات البترولية بها وزيادة قوتها وتدعيم مركزها الصناعي والاقتصادي بإضافة مشروعات جديدة. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية قطاع صناعة البتروكيماويات كجزء حيوي من الاقتصاد لكونه قطاعا مرتبطا بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة. جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024 ومتابعة موقف تنفيذ الحزمة الكبيرة من المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة القابضة لزيادة إنتاج البتروكيماويات وتعزيز الإنتاج الأخضر. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع
خلال الفترة الماضية استغلالاً لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90,000 طن سنوياً. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع ممثلي مجموعة شركات من موريشيوس تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. واستعرض هيبة فرص الاستثمار والشركات والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجيهات شركات موريشيوس العاملة في هذا المجال مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات. شارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في ختام فعاليات المشاركة ضمن البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية تحت عنوان استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر للقطاعات الصناعية والخدمية. وخلال فعاليات الجلسة النقاشية أكد وليد جمال الدين أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ، حيث وصل خلال العامين الماضيين ما يقرب من 6 مليارات دولار. كما شارك جمال الدين في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين مستعرضا خلالها جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال الحوافز المالية وغير المالية، كما استعرض قصص نجاح التعاون الاقتصادي الدولي مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المجالات. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مضومة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 3,700,000,000 جنيه. وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,100,000,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 31,038 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7,234 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10,335 نقطة. أكدت وكالة بلومبيرج أن الحكومة السويسرية تخطط لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا. وقال المجلس التنفيذي الاتحادي في سويسرا إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد انخفاضا للإنفاق السنوي بما يصل إلى 5.5 مليار دولار سنويا. هذا وتسجل سويسرا عجزا في الميزانية منذ عام 2020، ورغم ذلك فإن الدين العام لا يتجاوز 39% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة.